نروح بقى لتقرير عن بطلتنا الذهبية بسنت حميدة اللي اسمها تصدر كل محركات البحث بعد إنجازها الكبير بفوزها بميداليتين ذهب، الأولى لسباق 100 متر والتانية سباق 200 متر عدو للسيدات في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في الجزائر، عشان تحقق إنجاز مصر جديد في ألعاب القوى. خلال اليومين اللي فاتوا اسم بسنت حميدة تصدر بشكل كبير كل محركات البحث بعد إنجازها الكبير بفوزها بالميدالية الذهبية لسباق 100 متر عدو للسيدات في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في مدينة وهران في الجزائر. قدرت بسنت تحتل المقدمة وتنهي السباق في زمن قدره 11 ثانية و10 أجزاء من الثانية، وده بعد ما تأهلت من نصف النهائي بزمن وصل ل 11 ثانية و23 جزء من الثانية. بسنت حميدة عمرها 26 سنة ومن مواليد الإسكندرية، فازت قبل كده بميداليتين في دورة الألعاب الإفريقية في 2019، ده غير إنها حققت الأرقام القياسية في سباق 100 متر و200 متر. كانت أول بطولة وتجربة دولية ليها في 2013 لما شاركت في بطولة الشباب العربية في القاهرة وسجلت في سباقها 12.26 نقطة. بسنت كمان فازت بالميدالية الفضية في سباق ال 100 متر قبل كده، وفازت بالميدالية الذهب في سباق ال 200 متر. رصيد بسنت حميدة من الإنجازات كبير، لأنها حققت نجاح برضو قبل كده في البطولة العربية للناشئات في القاهرة في سباق ال 100 متر في زمن وصل ل 12.13 ثانية، وسبق وفازت بالميدالية الفضة من سباق ال 200 متر في زمن وصل ل 25.21 ثانية. بسنت حميدة كمان بتشتغل معيدة في الجامعة بعد دراسة استمرت 4 سنين، وحصلت من خلالها على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف.